بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وجل في علاه الذي هداكم لما يحبه ويرضاه، فهذا كثير من الشياطين والأبالسة التي كانت تتمرض بكفر وعناد وحقد وحسد وسحر، فمن الله عليها بالتوبة ومن الله عليها بالاستقامة والإسلام، وهذه منة ونعمة من الله جل وعلا. فالذي هداه الله والذي أرشد بعد غواية وضلالة هو الله، والحمد لله رب العالمين. وهذه نعمة عظيمة لنا بها المكرم سبحانه وجل في علا عليكم فأنقذكم من النار، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ورسالتي بفضل الله تعالى أوجهها لمن عاهد بفضل الله عز وجل أن يوقف الوسواس فأوفى بفضل الله تعالى بما عاهد الله عليه، ثم اعترف أن ثمة عاشقة كذلك إبليسية قوية لها ستة خدام، وهي كذلك تواطأت معه في إقفال وإحكام على فئة مسلمة، وجعلها الله أيضا بفضل الله تعالى وأسناد لله عز وجل كانت تسوء العورات وكانت توسوس كثيرا، فصنت نفسها أمة الله، والحمد لله رب العالمين. وبهذا فإن الفئة الكافرة كانت كافرة باغية وظالمة قوية على الرأس والعورة أسلمت لله جل وعلا، ولا زال في البلد الآن خدامها الستة الذين يحكمون طبقتهم على العقل وكذلك على الفئة المسلمة. فرسالتي إليهم جميعا بفضل الله تعالى أن أنيبوا إلى الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى، واعلموا أن الله تعالى هدى أساسكم وقادتكم وقراءكم ملوككم إلى ما فيه الخير، فاتبعوه بفضل الله تنعم بالفضل والخير. أولئك الذين هدى الله، هذه آية الأنبياء والرسل، وقد اتبعوهم بفضل الله تعالى فامتثلوها. أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتله، هدى الله عز وجل الأنبياء وهدى الله من أنصاره على سير الأنبياء، وهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم الذي أحبه الله عز وجل وارتضاه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليوم بإذن الله نعلم أن في العقل والعروة من يحرك إلى الفضل والخير بفكر عقلي وفكر حصولي وإبقاء أثار العلم والحسب والأسئلة والمعروف والصلاة والزهرية. واليوم بإذن الله عز وجل نحث كذلك ستة من الخدام وحراس الأعوان على استقامة به الإسلام، وكذلك بفك بفضل الله تعالى وعلمه بذلك الفئة المؤمنة المسلمة بطاعة الله عز وجل. فيا باغي الخير يا ربي، فيا باغي الخير يا ربي،
رسالتي اليوم إلى من عاهد الله عز وجل كان شيطانا قويا كبيرا وإلى العشق التي كانت قويا كبيرا أن جلوا بفضل الله عز وجل في هذه اللحظة وفي هذه الساعة وفي هذا المجلس قوة الخير والإيمان، قوة الاستجابة للفضل والإسلام، قوة الاستجابة لهداية الشيطان بفضل الله من كل سبحانه وتعالى. فهي إلى الله عز وجل، هي إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله. هذه الأمة التي أصبحت بفضل الله مسلمة العاشقة فكثر قيود الرأس، صح ما؟ فكثر قيود الرأس. فالحمد لله رب العالمين، وبفضل فكك لقيود الرأس قل ونقص الوسواس، صح ما؟ بفضل الله تعالى واتضح هذا بشكل ملحوظ، صح؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يجلي قوتك بعدما أسلم الشيطان الكبير وعاهد قلنا ثم بعدما أسلمت يأتي زاد بفضل الله مقصر الوسواس، صح؟ وهذه نعمة لنا الله بها عليكم فاحمد الله عليها. والآن بإذن الله أن الله كذلك الذي كان الشيطان أريد منكم بإذن الله تعالى الإقدام الآن على الجحور والحصون، الإقدام حتى يكرم من لا زال في ضلال إلى دين الله تعالى، خلاص؟ بتوفيق المولى سبحانه وجل في ولاه، نكرم من لا زال في ضلال إلى دين الله تعالى. كان الأمر عليه شاقا وصعبا وعسيرا، كان الأمر عليه ليس بهين ولا بسهل، الشك والوسواس لا يتوقف في ذات الله وجنب الله وكتاب الله ورسول الله، صح لا؟ حتى في الصلاة كانت تعرض المنكرات والصور الإلهية، صح لا؟ طيب والحمد لله اخترت بإسلامكم وهذا يدل على قوتكم، هذا يدل كذلك على إسلامكم وصدقكم، فالحمد لله رب العالمين. لكن لا زالت العقل جنود، صح؟ لا. وأين؟ في الصدر. في الصدر، جزاه الله خير. إذا لا زال في الصدر الجنود، ما هي وظيفته؟ ما هي وظيفة الجنود الستة التي في الصدر؟ الحزن والضيق. الحزن والضيق، يعني الكبار كالفراس. الكبار، الكبار في الرأس، الكبار في الرأس، الكبار في الرأس. كانت وظيفتهم بحكم أنهم الفضية وأنهم الأقوياء في الرأس كي لهم الوسواس، لكن الخدام الستة في على الصبر والقلب للحزن، صح؟ نعم. طيب، لكن كانوا يعتنون بأمرهم، صح؟ كانوا في الكفر، في الكفر يأتمرون بأمركم ويسيرون على سيركم، صح؟ لكن بعد إسلامكم هل لكم القوة على أن ترفضوا إليهم أمركم؟ أعيد السؤال، كنتم فئة كافرة أقوياء في الرأس توسوسون حقيقة في ذات الله والقرآن والسنة حتى في الصلاة، ولكم قوة أن تظهروا المنكرات والصور الإلهية في الصلاة، والوسواس قال لا يتوقف طيل اليوم الليلة، صح؟ نعم. طيب الحمد لله، من الله على الكبير الشيطان فأسأل ثم دل عليك أنت أيضا وقال أنك أنت قوية معه وأنك خدام أيضا، فأنت من هناك بيت أسألت لنا، صح؟ نعم. طيب جميل، وبعد أسألت لنا زين الستة كما قال الذي كان الشيطان وأعطيت أنت أيضا أنهم لا زالوا كفار، صح؟ خمسة. طيب وقلت أن موضعهم ليس في الرأس إنما في الصدر. نعم. طيب جميل، وقلت أنهم في الصدر للحزن، صح؟ نعم. طيب السؤال، حينما كنت كافرا كنت تأمرينهم بأمر فيستجيبوا، صح؟ نعم. الآن إذا أمرت هل يستجيب لك أم لا؟ ربما. هذا جواب ذكي، لماذا؟ لأن كان كاستجابتهم لها استجابتهم لها مبنية على العهود والقيود وعلى مبدأ الكفر، صح؟ فكان حينها الأمر على فرض الثوب يكون خلاص سمع وطاعة، الآن هم يرون من ذواتهم ونفوسهم
أن الصلة كانت بينهم وبينها ضعيفة، أنها مسلمة وهو كفار، أنها في الإصلاح وفي الإفساد، فقد يسقط قد يسمع أحدهم وقد لا يسمع، صح لا؟ وقد يضيع وقد لا يضيع، صح؟ طيب جميل. ولكن على العموم الآن إذا موحينا وجزتنا على الستة الذين على الصبر للحزن، كيف يتسببون في الحزن؟ ماذا يصنعون لهذا الشأن؟ ضيق الصدر. ضيق الصدر وماذا أيضا؟ وماذا أيضا؟ كآبة. والكآبة، ضيق الصدر والكآبة والحزن، صح؟ آه. طيب، يعني أنت والكبير كنتما على الرأس بالوسواس القهري والخدام، والخدام على هذا الشاب في الصدر الحزن والاكتئاب والضيق، صح؟ نعم. طيب بفضل الله رحمة الله إن شاء الله الآن ندخل عليهم في الصدر بإذن الله عز وجل، خلاص؟ نعم. حاول بإذن الله على الصدر ديالك. أنا على الصدر. طيب فالحمد لله رب العالمين. اليوم بإذن الله إن شاء الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل إن شاء الله بتوفيق الله تعالى نرى خيرا بإذن الله عز وجل في الخدام الستة بفضل الله عز وجل. صلى الله تعالى لهم الصحة والعافية والنور والخير والقبول بإذن الله عز وجل. صلى الله تعالى يجمعهم على الهدى. صلى الله تعالى يجمعهم على الهدى. فاصعد بإذن الله تعالى رسالة الآن بإذن الله إلى كل من يسكن الصبر أن يصعد بإذن الله عز وجل. رسالتي بإذن الله إلى كل من يسكن الصبر أن يصعد بإذن الله. رسالتي بإذن الله إلى كل من يسكن الصبر أن يصعد بإذن الله. كفى صعدت. خلاص أوقف شعرك. طيب سكنت صباحه. نعم. صح؟ آه. كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت فيه؟ منذ الصغر. منذ الصغر بالمعروف. صح؟ نعم. طيب ماذا كنت تصنع في الصلاة؟ قد قيل لك ماذا؟ الحزن. نعم. ضيق الصدر. نعم. منذ الصغر. نعم نعم. الحزن وضيق الصدر يعني لم ينعم هذا الشاب براحة بانشراح. نعم. بطمأنينة. نعم. بسكينة. أبدا. طيب من يأمرك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ فيما بيننا. فيما بيننا أي كانت هناك خيوط ومؤامرات وأوامر جهات عليا إلى جهات دنيا، صح؟ نعم. طيب فيما بينكم وكنت سمعا وطاعة للعاشقة ها؟ نعم. التي كانت قوية. طيب كلكم كنتم بالسحر، ما هي ديانتك؟ نسوني. نسوني. سمعت القرآن؟ نعم. الحمد لله. رأيت النور؟ نعم. والشياطين الأقوياء أسلموا لله؟ نعم. فأسلم لربك. كل هذا، كل هذه الجلسات وكل هذا التعثير وكنت في الصبر مختبئ، صح؟ نعم. لكم قوة على الصبر والتحمل. نعم. طيب كيف لكم هذه كل هذه القوة؟ من أين أتيتم بكل هذه القوة؟ هو كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، كان يذكر كثير الرقية جلست مطولة ومتكررة ولساعات ولأيام متواصلة، وكيف لكم القدرة على كل هذا التحمل؟ كيف؟ أجبني، كيف لكم كل هذا التحمل؟ التوبة. نعم. أنت تعلم عندما يتوب أحدهم. نعم. قلبه يصبح رهيفا. نعم. منحفا. نعم. استغلوا ذلك. كيف يعني؟ عندما تتوب. قلبك. يصبح مرحفا. طيب جميل.
تصبح حساسا اكثر. سبحان الله. نعم تفاصيل. نستغل ذلك. كيف تستغل ذلك؟ للتحسر والحزن كي يتحسر ويحزن. لكن قد يكون هذا بين الفين والاخرى، لكن ليس على سبيل الدين والاستمراريه. هو كان الحزن لا يفارقه، صح؟ بين لي يرحمك الله الاسلامين. هل تبكي في الصلاة أنت؟ أحيانا. عندما تبكي في الصلاة بماذا تشعر؟ بماذا أشعر؟ نعم. أطال ذاك الشعور؟ نعم. نحن نقلبه حزنا وتحسرا. تلك الخفة وتلك الراحة تقربون إلى عكس ذلك. نعم. العكس يعني. الندم يصبح حزنا وحسرا. وذاك. وذاك. طيب، لكنك تقول أنت أنك سكنت منذ الصغر. منذ الصغر. نعم. هل كان نفس الإحساس ينثابه مصغر؟ كان مختلفا. ها؟ كانوا يركزون على العقل، لم يكن يركزون على الصدر. أنا ذاك. كان يركز على ماذا؟ على العقل والرأس. في الصغر. نعم. طيب، ولماذا حولوا ضعف الأمر وزادوا عليه أمر الصدر والقلب؟ ليس لدينا خيار آخر. العقل يسكنه غيرنا. طيب جميل، العقل يسكنه الكبار. طيب، منذ أن جئتم إلى هذا البدن، أين كان موضعكم؟ الرأس. على ما دخلتم أول مرة كان في الرأس. طيب، كنتم مع الكبار أم كنتم وحدكم؟ مع الكبار. طيب، ولماذا سمح لكم في البداية أن تكونوا في الرأس تزاحمون في الرأس بعد ذلك أنزلكم إلى الصوت؟ كلنا كانوا شياطين. ها؟ كنا كلنا شياطين. طيب. ثم أسلموا. طيب. الكبير محايد. فهمت. كانوا كلهم قوة كبيرة على الرأس، ولهذا كان الوسواس القهري عليه خطير، لدرجة أن الأطباء النفسانيين كانوا يعطونهم حقنة حتى ظنوا أنه مرض نفسي. لكن لما أسلموا في الرقية الكبار، ما دام كلهم كبار، لكن مع أنهم كلهم كبار لكن كانوا درجات متفاوتة. فلما أسلم الكبار حتى يتحسن هذا الشاب، ضغطوا عليه فأنزلوه إلى الصوت، صح؟ نعم. جميل. جميل. لكن كانت وظيفته هي ضيق الصدر، والآخرون كان وظيفته الوسواس. لكن حتى يرتاح من الوسواس، يعني له كبار كلهم كانوا على الرأس، لكن كل واحد له وظيفة ولو على الرأس، هي عاشقة، ولكن مع أن محلها العورة مثلا وتنتاب العورة، لكن لها القيادة ولها الريادة. زعم الكبار يتنفسون على الرأس، فحتى يسقوا هذا الشاب جعلهم يتنفسون على الرأس، لكن جوج كانوا كبار أكثر من الآخرين، فبالتوبة جعلهم ينزلوا إلى موضع الأصلي اللي هما أصلا خدامين عليه وهو الصبر، صح؟ آه. طيب، واضح الأمور جدا. طيب، معك كم واحد معك؟ خمسة. لا، أربعة. الخامس. أنت الخامس. وكانت العاشقة هي السادسة. هي السابعة وآخر أسلم. واحد أسلم. طيب جميل. واحد أسلم. يعني كلام مضبوط. العاشقة كانت السابعة، أسلمت، واحد أسلم، أصبحوا خمسة، صح؟ نعم. واحد يتكلم معنا بقي أربعة، صح؟ نعم. جميل. هذا الشاب عذب أم لا؟ كثيرا. كثيرا. وعطلوا عليه العلم والدراسة. نعم. والعمل والمال. نعم. كل شيء، صح؟ طيب، سحر الموروث والسحر سحر انتقام، سحر الصغر، صح؟ هو صغير. أسلم لله جل وعلا. الحمد لله. الحمد لله. أسلم لله. قل لله تعالى رحمك الله وهداك وصحبالك وغفر لك
ورفع قدرك وعلى شأنك، قل آمين. والله إن هذا الشاب مظلوم، صح؟ نعم. مظلوم كثيرا. شوفوا والده حتى هو مظلوم، صح؟ والدته، صح؟ نعم. طيب باش تعرف الأسرة كيف هي معذبة، صح ولا لا؟ نعم. باش تجي ساحرة تسحر لي على قدميه وتعقد عليه وتدفن ليهم وتذبح ليهم حتى يبقى الشاب معذب طوال حياته، صح ولا لا؟ نعم. هذا ظلم لله. نعم. ظلم عظيم. والله عز وجل حرم هذا، الله سبحانه وتعالى حرم هذا. طيب قلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أسأل الله أن يكرمنا وإياك بالجنة، قل آمين. آمين. وكل من أسلم أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا، رب الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ورسول. سمي نفسك أحمد. أحمد، من اليوم أصلح ما أفسدت في الصدر. تسمعني؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تسمعني أحمد؟ من اليوم بإذن الله انشراح الصدر أحمد، وسيش الله يكون لنا معك كلام بإذن الله عز وجل. أنا أيضا لدي كلام مع الآخرين. أبشر، حدثهم عن دين الله وعن رحمة الله وعن محبة الله. نعم. حدثهم عن الخير من الله وإلى الله، وأن هذا الشاب مكروه مظلوم، صح؟ نعم. فاجعله بإذن بعين الحفظ بإذن الله كما كنت تراقب بعين الغدر. اسمعني. نعم. الحفظ من الله والشفاء والدواء بإذن الله التام من هذه الساعة، خلاص أحمد. نعم. والآن إذن لمن دونك أن يصعد، هيا بإذن الله، هيا إذن له أن يصعد بإذن الله عز وجل، هيا بإذن الله. أنا ذا. من معي؟ أحدهم. أحدهم. بشرك الله بالخير، قل آمين. آمين. كم سنة وأنت فيه؟ نفس الشيء. نفس الشيء، منذ الصغر. نعم. تسكن الصدر. طبعا. وظيفتك في الصدر؟ الضيق. الضيق. نعم. كيف كنت تجعل الضيق في صدره؟ كيف كنت تأتي بهذا الضيق؟ طاقة. كيف طاقة؟ اشرح لنا، علمنا. تمص طاقته. تمص طاقته. نعم. كيف تمص طاقته؟ أسلبها منه. لكم القدرة على سلب الطاقة؟ طبعا. طاقة الإيمان والهمة، ها؟ نعم. وكي أين تكون هذه الطاقة حتى تسلب، حتى تجمع وتسلب؟ في الصدر. طاقة الناس جميعا في الصدر. نعم. طاقتهم في الصدر، أودعها الله في الصدر. نعم. على القلب. بالضبط. بالضبط. وكيف تنزعونها نزعة؟ بالغضب والحزن. لا تغضب، لا تحزن. شوف وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب لا تحزن. نعم. والبلاد أيضا بالعزلة، بالضيق، الاكتئاب. نعم. طيب كنت تسلبه هذه الطاقة الإيمانية. والعقل يؤثر على الصدر. ها؟ العقل يؤثر أيضا. أكيد العقل يؤثر على الصدر، والقلب والعقل في القلب أيضا. طبعا. طيب جميل. حينما تسلب هذه الطاقة تشحنه بطاقة أخرى سلبية. نعم. وهذه الطاقة السلبية تزيد وهنا وضعفا. نعم. وسلبا وسواسا وضيقا، صح؟ نعم. وكنتم تجددون هذا الأمر عليه دائما. نعم. طيب منذ الصغر. نعم. طيب جميل. إذا أنتم وظيفتكم منذ الولادة، منذ الصغر، منذ كان صغيرا، لما دخلت كم كان عمره إذ ذاك؟ ثلاث سنوات. طيب كلكم دخلتم في هذا السن؟ نعم. ثلاث سنوات.
كلكم بسحر الخيط على القدم أم بأسحار أخرى؟ دخلنا مع العاشقة. هي من أدخلتكم؟ نعم. هم أصلا قربوا للعاشقة. نعم. الملكة. وهي أدخلتكم. صح؟ نحن خدامها. أنتم خدامها، نعم هي العاشقة الملكة وهم تبعوا لها خدامها. وهذا ما اعترف به الشيطان واعترفت به حتى هي أيضا والحمد لله. سمي نفسك، قل أشهد أن لا إله إلا الله. أسلم لله تعالى، جملك الله بالإسلام وركب معنا. أنا كل أسلم لله تعالى. أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله. الله. وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله. رسول الله. رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد. وبمحمد. صلى الله عليه وسلم. نبي ورسول. وعاهد الله أن أصلح ما أفسد ونتعاون معه على الشفاء والدواء طاعة لله. اختر اسما، اختر اسما. كمال. الله يرزقك الكمال والجمال. طيب أنت الآن مسلم بإذن إصلاح الصدر، خلاص؟ نعم بإذن الله، والسمع والطاعة للعاشقة في طاعة الله، خلاص؟ نعم بتوفيق الله عز وجل. إذن لمن دونك أن يصعد بإذن الله. هيا إذن له بالصعود بإذن الله. إذن له بإذن الله. صوت. طيب أنت لماذا صعدت بهذا الصوت؟ كأنك محبوس مسجون معذب. لا. ماذا؟ برد. برد. نعم. هو شوف كان جسم عادي. لكن لماذا هو بالضبط لما صعد شعر بالبرد؟ لماذا؟ الذي قبلك عادي صح؟ والذي قبله كذلك عادي، فلماذا أنت مجرد شعورك أنك أنت بك إحساس بالرعشة وبالبرد؟ لماذا؟ لماذا؟ أجبني. تخاف من البرد؟ لا تستأنس بالبرد؟ لأني أضعفهم. لأنك أضعفهم. نعم. طيب ما هي وظيفتك في هذا الجسد؟ ما هي وظيفتك في هذا الجسد؟ فواحش. كيف الفواحش؟ تحبب له الفواحش؟ نعم. تزيل الفواحش؟ نعم. ومحل ذلك في الصدر والقلب صح؟ كنت في العقل ثم أتبانى في الصدر. كنت في العقل ثم أنا في الصدر. ثم أنت الآن في الصدر. كانت وظيفتك هي أن تزيل له الفواحش. نعم. كيف كنت تزيل له الفواحش؟ كيف لك القدرة على أن تزين أمرا غير حقيقي أو لا يريده لكنك تجعله شيء واقعي يشعر به حتى يصبح هو لم يفكر فيه يراوده؟ حتى في الصلاة كنت سألان صح؟ كان يقف بين يدي الله عز وجل وتنثابه أفكار فواحش وصور فواحش صح؟ وهذا أمر خطير جدا. حتى أثناء الصلاة كانت تأتيه هذه الأفكار وهذه الصور، وأنت خادم هذا صح؟ يعني أنت خادم من خدام الخدام الخمسة للعاشقة، أنت خاص بالفواحش، تجعل الفواحش في قلبي وصدري صح؟ من كان يأمرك بهذا؟ أنا عاشق لجل. نعم؟ أنا عاشق للجنية. أنت عاشق للجنية، جميل. يعني واحد أنكر وأنكر به. أنت واحد من الخدام الخمسة أو الستة العاشق للجنية. نعم. وطيب ما علاقة عشقك للجنية بالفواحش في الصلاة والطاعات؟ كنت أخدمها. كنت ترى أنها سيضعف إيمانه وخشوعه وقربه من الله، خاصة رجولته. خاصة رجولته. وهذا يخدم العاشقة.
طيب، إذا أنت كنت من خدام الفواحش للعاشقة الملكة من أجل أن ترضى عنك العاشقة، لابد أنك تجعل له شك في رجولته، وتجعل له كذلك تهيجا وفواحش وصور منكرات في طاعته وعبادته، صح؟ طيب جميل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لله فقد أسلمت العاشقة، وأسلم من كان شيطانا، وأسلم الخدام، وأسأل الله يجمعنا وإياكم على الهدى، قل آمين، وأن يرحمنا برحمته. اللهم حبب إلينا ما تحب وترضى، أسأل الله أن يحصن فرجك ويطهر قلبك ويغفر ذنبك، قل آمين. أشهد. دعني محايدا الآن. نعم؟ دعني محايدا الآن. دعني محايدا. الحياد هو أن تكون تسير في سير فيه النجاة لا فيه الهلاك. أنت لست في الحياد، أنت الآن في الهلاك. الله سبحانه أرشدك، من كانت ملكتك أسلمت، ومن كان الشيطان يؤزك أسلم، والخدام أسلموا لله، واتضح لك الحق، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ هذه الشهوة التي عندك الله عز وجل سيجعلك أين تضعها؟ في حل وفي راحة وفي طمأنينة. الله لن يقيدك ولن يربطك عن شهوات، ولن يحجبك عن خيرات، عكس ذلك تماما، ستر الخير والنور. تسمع؟ هذا هو الإسلام. أما الأبيسق حبسوكم والسحر قيدكم وأزلكم بأمور لا توافق ولا فطر ولا عقل، لكن الله عز وجل سيجملكم ويكملكم سبحانه، ويجعلكم الحمد والثناء في الدنيا والآخرة. كما كانت عاقلة العاشقة فأسلمت ورجعت للعبود الكفرية، عبود ربانية نورانية مع الله، وكذلك الذي كان شيطان. أتسمع؟ فأنت حين تدخل الآن بالشهادة إلى باب الخير، إلى نور، سوف يتلألأ ويتجلى عليك من أعلاك إلى أسفلك، وأنا أعدك بذلك، وسترى بإذن الله، وستصبح تلك الرفقة التي كانت في المكرات تصبح رفقة في الخيرات بإذن الله، في الطاعات، سواء مع من كان شيطان أو كانت عاشقة، وتصبح أمة خير بكم، تشفى الأبدان وتهدى العقول وتنشرح الصدور، والحمد لله رب العالمين. فقلها لله ولا تحزن. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعاهد الله أن أصلح ما أفسدت طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أخفي الفواحش والمنكرات والصور الإباحية، وأن أكون على عهد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي نفسك، اختار اسما. اختار اسما، هيا بإذن، اختار اسما. ثابت. الله 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 الله، ثبتنا الله وإياك على الهدى، قل آمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياك، قل آمين. طيب، خير إن شاء الله، وإن معك إن شاء الله كلام بتوفيق المولى عز وجل. أسلم أحمد وكمال وثابت، وكان أسلم واحد قبل بإذن الله، الآن لا زال واحد، صح؟ إذن له بالصعود بإذن الله عز وجل. إذن له بالصعود. من معي؟ من معي؟ من معي؟ من معي؟ مارد. ها؟ مارد. مارد. كبيرهم. نعم. كبير الخمسة أو الستة. مارد. ما هي وظيفتك يا مارد؟ شيطان مارد. ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ كف. أن يكفر بالله عز وجل. نعم. وظيفتك أن هذا الشاب يصبح كافر. لهذا أنا أقوى
لهذا أنا أقواهم، وظيفتي أن يصبح كافرا، لهذا أنا أقواهم على الصدر والقلب. ماذا كنت تصنع له حتى يصبح كافرا؟ انظر لماذا الشباب يصبح في بعد عن الله وفي الردة، أو يستخلف بأحكام الله، لا تعلم ما في قلبه وصدره. طيب ما كيف كنت تصنع حتى يصبح كافرا؟ أغتنم الفرص. أي فرص تقصد؟ أغتنم الوسواس وضيق الصدر والحزن والكآبة لكي يقنط ويكفر. يستغل ما يصنعه غيره الذين في الرأس، الذين كانوا على الوسواس القهري طول الدقائق أو الساعات، ويستغل ما يصنعه الجنود في القلب والصدر للضيق والكآبة والحزن، فيولد له هذا مع هذا نفور بعد عن الله عز وجل. وأن الدين بماذا نفعك؟ ربك أينه؟ صح ولا لا؟ ما هي الأنواع الإشارات التي كنت تلقيها في قلبه وعقله حتى يكفر بالله عز وجل؟ هناك شعور ووسواس في آن واحد. شعور ووسواس في آن واحد، ما هو هذا الشعور؟ شعور بماذا؟ شعور أنك في لحظة غضب كفرت. كأنك تقول خلاص أنت كفرت. في لحظة. في لحظة. تجعله يشعر بذلك. تجعله يشعر كأنه قد كفر بالله. مجرد وهم. مجرد وهم. هناك من يسقط فيه ذلك الفخر. وهناك من يسقط، وحينما يسقط مرة خلاص يستسلم. ها؟ لا يرجع إلى الله. قد يجن جنونه. أيوه. أقول أما كفرت وما شابه. نعم. وخسرت الدنيا والآخرة. ويبقى الوسواس ويبقى الضيق. يبقى الوسواس ويبقى الضيق. طيب عذبته، متى دخلته أنت المارد؟ دخلت معه. مع من؟ مع من دخلت؟ مع العاشقة. مع العاشقة. مع العاشقة؟ لكني خدمت الكبير أكثر. الكبير الشيطان الأول. نعم. الذي كان قويا. سبحان الله، كان له السر وكان له مفتاح كبير، جزاه الله خيرا. طيب خدمت، شوف ما قال خدمت العاشقة، قال أنا القوي الشيطان المات في الصدر، خدمت الشيطان المات الذي كان في الرأس. شو التدقيق؟ الذي صعب قبله قال أنا ضعيف، لكن القوي في الفواحش أخدم العاشقة لحبي لها. هذا لا يقول أنا أخدم الصدر والقلب والكفرة، لكن علاقتي بالشيطان. شوف لم يكن حوارنا في الشيطان ولا كلامنا عن الشيطان، لكن اتصاله به جعله ينطق به ويعترف به. سبحان الله. طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. إلا الله. وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سأسميك لأنك أنت كبيرهم، أسميك تقي الدين، خلاص؟ فتكون بإذن الله أتقاهم على دين الله عز وجل، خلاص؟ تقي الدين بإذن المولى عز وجل. سأل الله يجمعكم جائما جميعا على التقوى. لا تنسى فضل بعد الله الكبير الذي أسلم، مفهوم؟ الكبير الذي كنت تأمر بأمره فله فضل بعد الله، لأنه هو من فتح الباب لإسلامكم جميعا، مفهوم؟ فوجب أن نشكر أصحاب الفضل. نعم، لقد هو من عانى منكم كثيرا، كلكم لن تعانوا بقدر معاناته، هو تحمل العذاب حتى تفك قيود السحر ليسلم، وبعد ذلك دخلكم النور، كأنه هو الذي تحمل المشاق، صح أم لا؟ هو من رأيناه يتعذب عذابا قويا حتى أذن وفتح الباب وأسلم، ثم كان الأمر عليكم سهل. فلا بد أن تحفظوا هذا الود إن شاء الله تعالى، خلاص؟ بتوفيق المولى عز وجل والحمد لله. عاهد الله أن تكون عونا على البر والطاعة. عاهد الله. عاهد الله أن تساعده ما استطعت. وعاهد الله أن تمحي كل ضيق ووسواس وفواحش. عاهد الله عز وجل أن تمحي كل كفر، خلاص؟ بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ تسمعني؟ نعم. خلاص إن شاء الله. هلأ من بقي في الجسد الآن في الصدر؟ لا أحد. طيب جميل. الآن بإذن الله عز وجل
أريد منكم جميعا أن نصغي إلى القرآن خلاص؟ نعم. نستمع الآن بإذن القرآن، إننا سنحول الآن العلاج إلى جهة أخرى بتوفيق مولى عز وجل. الآن نستمع جميعا إلى كلام الله عز وجل. سوف تخرجون الآن من الثلج، لكن عندي اسمعوا القرآن وبعدها أحدثكم بأمر وإن شاء الله نخرجكم من الثلج خلاص؟ نعم. يلا بسم الله. وبعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. فما الحمد لله رب العالمين. الآن بإذن الله عز وجل كنت دائما حينما أؤكد على الكبير أقول الذي كان شيطانا، هذه الكلمة التي كنت أقول الذي كان شيطانا. وقبل أن نسمع إلى آية الله عز وجل قلت لغيبين بل إسلامي الذي كان شيطان داري، قلت له احفظ مدة وجميع الشيطان الكبير. وكان يخدم الشيطان الكبير. الشيطان الكبير في آخر الجلسة قلت هو تحمل المشاق والعذاب. الشيطان الكبير في آخر الجلسة لما دعوت للإسلام قال سوف أوقف الوسواس وسأتعاون على الخير. اسمع جيدا، الشيطان الكبير الذي بسببه دعا الله عز وجل فتح الباب فدل على العاشقة وقال هناك عاشق مع ستة من الخدام، وقال هي من تقيد الفئة المسلمة أنا وهي قيدناها، وقال سوف أساعد ما استطعت وسأخفف عنه الوسواس. بالفعل صنع ذلك، وبالفعل ظهرت العاشقة بفضل الله كما أخبر، وظهر كذا الخدام وعلى الناس متأتبة عن جميع، لكنه بقي في الحجاب. قال أساعدكم لكنهم لم يسلموا ولم يسلم نفسه ولم يطع عهدنا بالإسلام. إلا المشرف رفع يده أذن بالدخول الإسلام إلى القلوب والأبدان والعقول والأفهام وإلى كذلك إلى صدره وجنانه بفضل الله عز وجل. فالآن بفضل الله وهو يسمع أقول له طيبت وطال ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كل إن شاء الله عز وجل ما أسلم في ميزان حسناتك، وبإذن الله كلهم سمع وطاعة لك في المعروف بإذن مولاي عز وجل، وآخره تقي الدين الذي صعد حينما سألته قال أنا شيطان ناري وأنا خال من خدام العاشقة، لكن أنا اتباعي ولاء الكبير الشيطان الأول الذي كان في الرأس والعقل، ولهذا كنت حتى أنا شيطان مانع الصبر، وكانت وظيفتي هي أن يصبح هذا الشاب كافرا، ولهذا كانت الوساوس كثيرة في ذات الله وسنة رسول الله وعباد الله الصالحين، بل حتى في الصلوات والقربة والطاعات وحتى في والديه. فأنا أريد بإذن الله تعالى لا أريد أن أعتكب الشيطان بإذن الله عز وجل، أريدك أن تصعد صعودا يليق بك وبقوتك ومكانتك، وأسأل الله أن يرفع قدرك وشأنك. نسمع بإذن الله تعالى، فاصعد بإذن الله تعالى، هيا اصعد بإذن الله تعالى، ننتظر بإذن الله صعودك بتوفيق الله الكبير الذي دل على الخير.
الذي كان أقوالهم بسحر الأقفال على القدم الرضيع، أهواه الذي كان بسحر السلاسل والدم والنجاسات على القدر وهو رضيع، وهو صغير جدا. نعم كما اعترف ودل على ذلك بتوفيق الله عز وجل. منظومة كانت في هذا الجسد، قطر كانت في هذا الجسد، تخطيط وتقسيم محكم كان على هذا الجسد. فهي بإذن الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاصعد بإذن الله عز وجل. هيا بنا صعوبا يليق بك بتوفيق الله عز وجل ونحن معك. فهيا إلى الله سبحانه وتعالى. هيا إلى الله. هيا إلى الله. هيا إلى الله. هيا إلى الله. خذ قربتك بإذن الله وقتك وتعالى إلى الله عز وجل ونحن معك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أريد الذهاب إلى المرحاض. من معي؟ من معي؟ يجب أن يذهب إلى مرحاض. لا 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 أستطيع صراحة، لا أستطيع. من معي؟ إنه في عشرة. من معي؟ من معي؟ هيا بإذن الله الكبير. الكبير؟ طيب جميل. معك لبس البال لكنك صاحب يمين صاحب يد الخير، وهذه كانت حتى عند المشركين قبل الإسلام صح؟ الحمد لله رب العالمين. رأيت قد أسلمت الآخرة صح أم لا؟ أسلم خدامه صح أم لا؟ الآن أريد منك جميل ومعروف آخر، أن تفكر القيود على الفئة المسلمة. هيا يا الله، أنت الآن والعاشرة فك القيود على الفئة المؤمنة. هيا بإذن الله يرحمك الله. هيا بإذن الله. هيا بعث الله رسولا. هيا تفضل. إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا. نعم يجب أن يذهب إلى المرحلة. لا 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 اسمح لي. صدقني سيتسخ المكان إن لم يذهب. طيب أو لماذا الآن خلاص صح عقلا الآن يعني في هذه الثواب في هذه الدقائق تسمعني؟ صدقني هو في عجلة من أمره. لا في هذه قبل البث يعني ما بدأنا يعني الطويل ما كان عالي جدا مفهوم؟ نعم كان عالي جدا مفهوم؟ لهذا الآن بإذن الله فك القيد إن شاء الله وقول عن فئة المسلمة بإذن الله جل وعلا بتوفيق الله عز وجل، وتفك كذلك كل ما بقي من القيود في بدنه وعورته وعقله وصدره، وإن شاء الله استمك خلاص ونقف بإذن الله ولا بالحمد. عادي جدا. هيا هيا بإذن الله فك القيد على فئة المسلمة إن شاء الله تعالى. لا تطل لا تطل. يلا فكها أنت لا تطل. هيا بإذن الله نعطيك الخير. السلام عليكم. هيا نعطيك الخير. هيا 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 يعني فئة المسلمة الصالحة إن شاء الله تفك من ولاها. هيا هيا التي كان سبحانه تساعد في الصلاة وفي الناس. هيا أعوذ بالله من خلاص. نعم. يا
ويتفكر القلوب بإذنان في المسلم محقود ومعبوض ومسلسل ومقيد عيّة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
تحرروا إلا من تحرر. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. يصعدنا الآن أسماء بإذن الله بإذن مولا جل وعلا. السلام عليكم. حياكم الله. طيب حررتم؟ نعم. أين كنتم؟ أين كنتم؟ في القدمين والعقل. قيدوكم في القدمين والعقل. نعم. كم سكنتم لو أنتم يعني في القدمين والعقل؟ شحال الوقت الآن؟ شهر؟ أكثر. أكثر من شهر. شهرين خير؟ أكثر. أكثر شهرين ونصف. شهرين ونصف. شهرين ونصف. يعني أثناء الصلاة. نعم. حينها قيدتم في العقل والقدمين. نعم. لما علموا فضلكم واجتهادكم قيدوكم، صح؟ نعم. حتى يرتاحوا ولا تقعدوا وقيدوكم، صح؟ نعم. في العقل والقدمين. نعم. الله أكبر. خير إن شاء الله. كم واحد أنتم؟ كم واحد أنتم؟ سبعة. سبعة. صلى الله تعالى أن تكونوا الآن لقد أسلمت العاشقة وجودها السبعة وأنتم سبعة، أن تكونوا عونا في البر والخير. خلاص؟ بإذن الله اليوم بإذن الله معكم في آه قوية كذلك طيبة، وحتى هو الآن لم يعد يعني لقد طرح له الحق وطرح له النور وأصبح بفضل الله تعالى يرى حقيقتها. هذا أجمل شيء، أن الإنسان يجامع الأمور على حقيقتها. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها والحمد لله. الآن بإذن الله نساعدنا نساعد الجميع على الله، وهو الذي فتح الآن قلوبكم. سبحان الله. شوف القدر كيف قيده العاشقة جهودها وتحدى وواجهها، ثم هو من كان صاحب حيدان فتح الباب وصعد العاشقة إلى خدامها. فك كذلك الوقت هذا العذب والحبس في المسلمة والرجوع إليه مرة أخرى. سبحان ربي العظيم. الآن كلامي مع الكبير بإذن الله عز وجل. تسمعوني؟ يصعد أقسم بذلك الذي كان شيطانا الذي عقد في المصحف. نعم. تسمعني؟ نعم. تركت العقد؟ نعم. في تلك المسلمة؟ فهمت. الحمد لله. وعيد طار الأخير. ماذا؟ فك العقد عن قلبك أنت وعقلك لأنك رأيت الإسلام وليك الحق. فك العقد عن عقلك وعن قلبك لأنك أنت أولى بالمعروف. فهمتني ولا لا؟ هم الآن أصبحوا في المسلمة، أنت أولى بالمعروف. سمعتيني ولا لا؟ غيرك الخير. فك العقد الآن عن عقلك وعن قلبك. ها؟ هيا فكها. طيب عجيب. فك العقد عن قلبك وعن عقلك. هيا. فك العقد عن عقلك وعن قلبك. هيا. هيا. هاي فك العقد عن قلبك وعن عقلك. هيا هيا فك العقد عن عقلك وعن قلبك بإذن الله عز وجل. هيا فك العقد عن عقلك وعن قلبك. هيا أمر ليس سهل. أعلم، أنا أعلم، لكن هيا بإذن الله فك العقد عن عقلك وعن قلبك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعاهد الله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، أعاهد الله أن أتعاون على البر
وتقوم. البر والتقوى. وأعيد الله على الشفاء. وأعيد الله على الشفاء. والدواء. والدواء. وإبطال الأسحار. وإبطال الأسحار. طاعة لله. طاعة لله. طاعة لرسوله. طاعة لرسوله. لرسوله. الواصل. لرسوله. يا رسول صلى الله عليه وسلم. أعلم أنك تعبت لأن الأمر استهلل ويريد عليك التعب. سمي نفسك بإذن الله. سمي نفسك. اختر اسما. اختر اسما. اختر اسما. اختر اسما. اختر اسما. عبد الله. ها؟ عبد الله. أقواهم ملكهم كبيرهم عبد الله. أسأل الله لي ولكم الفضل والخير من هذه الساعة إن شاء الله تعالى. لا شك، لا وسواس، لا حيرة، لا ضيق، لا ألم، لا أحزان. مفهوم؟ وكلكم في أنفسنا الآن إن شاء الله عز وجل نلتقي لتثبيت الإيمان والشفاء والدواء بإذن مولاه عز وجل. عبد الله كن قويا في الخير. لما قام عبد الله قد سمعها قبل قليل كان يصغي نعم الى صوت الجن والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى يجعلك من عباده الصالحين. ها؟ انا قوي الان. انا قوي الان. نعم. كن قوي في طاعه الله. كن قوي في الايمان. كن قوي في باب البر والاحسان والحمد لله رب العالمين. الهادي الله الذي يهدي سبحانه وجل في رضاه الله. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اهدهم فيمن هديت وعافهم فيمن عافيت. اللهم اهدنا جميعا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم تولنا فيمن توليت يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. قبل قليل كنتم تستمعون إلى سورة الجن. الآن بإذن الله نريد منكم بإذن الله عز وجل أن تستمعوا جاهل الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الان سال باذن الله رب العالمين لا تنسى اذكار عبد الله لا تنسى اذكار الدخول والخروج خلاص طيب.